بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بعدما قيل وقال وكثر الحديث عن المولد الكهربائي الذي استفادت منه مدينة مسعد بمستشفى مسعد، انتقلنا إلى السيد شعلة البشير في بمكتبه لنعرف حيثيات هذا المولد. تفضل سيد بشير. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم. بفضل الله وبفضل رجال خفاء ليعاونونا إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله نهار الثلاثة ولا الأربعة يكون هنا، وحنا رانا الحمد لله لك ربي فرينا كاع الأمور تاعو إجراءات تاعو، ما بقانا إلا الاستلام. الاستلام حنا وعدنا إن شاء الله نهار الثلاثة ولا الأربعة إن شاء الله. إجراءات تاع الدار تاعو طرافو راها تقريبا 60-70% راه مخدومة، وكاين الرجال الحمد لله لك ربي أنهم يعاونوا فينا الليل مع النهار، هم يخدموا فيها بربي بربي إن شاء الله، بربي بربي إن شاء الله. لكن سلسة الأمور وكما راه رانا ناويين إن شاء الله السمن الجاي راه ديمار إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. الأخ البشير، ما كنا نعرفوا المولد من أي دولة؟ هو الصنع نتاعو تركي، اليد العامله تركيه، بصح اللي بياس تاعو كاع الاغلبيه من الالمان، المانيا معناها بياس تاعو الالمان هو تركي. ممكن نعرفوا السعه تاعو اللي مدها 800 لتر في الدقيقه. في الدقيقه اي. كاين معطيات اخرى في شرحوها لك في حاله ما اذا كان عدد كبير. هو قالنا في العادي مثلا، قال ماهوش في الـ في الكوفيد، قال كي ماشي لك بين 120 ل 150 مريض في العادي، بصح كي عود كوفيد انهم قال لك يطلبوا اكسجين ياسر الاختصاصيين هم يعرفوه، قال لك بين 70-80. ممكن الاخ البشير، ممكن الرساله اللي تبعثها للمواطنين ولا ممكن حتى لكل شريحة المجتمع المسعدي؟ الرساله اللي نوجهها منه احنا رانا في الخدمه، انني واحد من وليدات مسعد، وان شاء الله بربي ان شاء الله ما نتخلاوش عليكم، قايل لك انا الله خالي اللي بيدنا بربي ان شاء الله والله ما ندخلوا به. هي وانت تقتضر الامر انه الانسان يبيع حوش والله نبيع، والله نبيع. هذه رساله الله يعاون ان شاء الله. ان شاء الله يقولوا الناس بكري، بوياتنا بكري يقول لك الخير ردوا والله عدوا ولا ردوا. اي حنا ان شاء الله نعدوه وردوه. حنا الحمد لله هذه البلاد كبرتنا، انا جيتها في 2008، جابنا بوي في 8 من جد، كبرت فيها. دائما نقول لهم فيها، نقول لهم يا ودي والله ماني طايق نخرج من مصر، وقادر نروح نسكن في الجلفة ولا نسكن في بلاصه اخرى، بصح الحمد لله اللي كان ربي انا بلاد تربيت فيها ولا قاعد فيها، وان شاء الله اي انسان يحتاج رانا معه. بالنسبه عندما نتكلم عن شعلان البشير من ابناء مسعد، شاب تربى في حي زكفرود. حي زكفرود تربينا في، كنا في السوق، ومن بعد رحنا لزكفرود، ومن بعد طلعنا للدشوي من 80. احنا سكننا في 80 جيتوا مسعد في 80، الشيخ الله يرحمه قبضوا لازم، علاش انا هذا المولد راني حاسب به بكري. بكري الشيخ الله يرحمه كان عنده لازم، من بعد خطرت نوضنا على 11 تاع ال 12 تاع الليل، ابو بكر الله يرحمه بالسعود الله يرحمه، هذاك المخلوق نروح نقرب عليه في الليل، كانت عدو زي اصطفى نروح ندوه يطلعونا للسبيطار. اي هذا المنظر راه ما خطاش المخيل تاعك. اي انا عارف باللي التعب تاع المرضى في الاكسجين، انا مسيته قلت وانا صغير كنت ندي بوي الله يرحمه ندي عدو الاكسجين، قالوا له يا ودي لازم تروح لبلاصه فيها سخونه، احنا كنا نسكنوا في جبل، اللي قال اقرب نقطه لقاها مسعد، سكننا ساعتها في مسعد في 8. الاخ البشير، ماذا تمثل لك الجزائر؟ انا ابن مجاهد، اول ابن مجاهد شعلاني احمد راهي يعرفه الله يرحمه، كان في الاوراس معروف، الدم تاعي هي الجزائر، وانا معها ومع الدوله الجزائريه في كل محن. ومسعد كي تسمع مسعد؟ مسعد تقشعر لها الابدان. نعرفوا باللي شعلة البشير رجل اعمال، وبالمقابل انت رياضي، كنت رياضي. كنت رياضي. اش كنت تمارس؟ كنت فوتبول. اي ومزهر هنا تشتي لها الفوتبول. مزهر نشتو. تبع الكرة العالمية. تبع النادي المفضل تاعك وينه؟ الريال. الريال. ترتريك مع برشلونة. إذا الأخ البشير
ريالي وليس برصاوي. هذه واحدة. اثنين، الأكلة المفضلة تاع الأخ البشير. الأكلة المفضلة أنا نشتي الروز. روز. الروز. مش الكبسة، الروز خلاص. كبسة. 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 بالروز. كبسة وصلت لك حتى برا. والحرير كل قدا يبعثوا لنا البشير الكبسة. والله كثر خير الناس مسعد. أنا أقول لك أنا. مسعد دائما أنت راك عشت الله يبارك في مسعد هذه المدة كاملة من الثمانين إلى يومنا أكثر من قريب الأربعين سنة. هل هي مسعد عندما جئتها وأنت طفل ومسعد وأنت اليوم رجل؟ مسعد شوية تبدل. مسعد بكري ماهيش كيف مسعد بري. حتى ومزالت مسعد مسعد. مع تبقى مسعد هي مسعد. كرم تاعها، الضيافة تاعها، الرجالة تاعها. الحمد لله لك ربي ما تنحش منها. بماذا تنصح الشباب؟ شباب مسعد بالتكثر. لازم يتوحدوا، وهذيك تاع قال وقال وقال لقى ينحو. اللي قال يا ودي اللي استطاع بأي حي اي يمد من شر. واحد السيد يحكي لك ذيك النهار والله يا دمعتي لا طاح. النهار اللي درتو النداء جاء نعل الوحدة ونص مصر، قال لي شي قريتها في الفيسبوك جيت نعاون. كي لحق عطاني التليفون تاعو قال لي هكا هكا البشير شدوا لي وبدا ديريكت الخدمه. ما قالش وراه ولا كيفاه نبدا ديريكت الخدمه. والله ما خرج حتى للعشب. هذا طفل صغير نعطي له تحية. في رأي الأخ البشير ماذا ينقص مسعد؟ لأن مسعد كانت عندما نتكلم مسعد السبعينات والثمانينات ليست مسعد 2021. ماذا ينقص مسعد؟ ينقصنا مجلس. مجلس بلدي. مجلس بلدي بمعنى مجلس. بمعنى مجلس. أي ما يخوفونا من هذه الصراعات وهذه الأمور. مجلس خدام. الأخ البشير أنت لك أشغال كثيرة في بعض الولايات من هنا وهناك. كيفاش التعامل؟ هل يعاملكم مليح في المشاريع؟ الحمد لله لك ربي. عادي عادي يعني. أنا نخدم في قردية الحمد لله لك ربي. واحد القدر عندنا ما شاء الله ما عندناش معه مشكل قاع إن شاء الله. في أي إدارة تاني الحمد لله لك ربي. ما في الجلفة ثاني إدارة مريبلة الحمد لله لك ربي. هل البشير يحب السباحة؟ أكثر ما يمكن. يا والله رحلات الصيد أيه. تشتيها أيه. تشتيها كمتعة والله تصطاد صح؟ لا راح بال برك. راح بال نشتيها كمتعة راح بال برك. عندك فترات تخرج تبدل الجو أيه عندي. خاصة الجهة الصحراء. الصحراء أيه. ساعة ونخرج البر. قال لا ودي راح نديرو كبسة والله الحم والله. الأخ البشير أنت قلت باللي إن شاء الله الأربعاء هذه إن شاء الله يكون مولد على مستوى المطار. يعود من المطار إن شاء الله. الجزائر. أيه. ديجا اليوم يعطونا الإجراءات وشنو هي اللي نوجدوها الوثائق. إيه. راني وصلت حميدة نشكره ثاني هو واقف معنا وقفة زينة. حميدة تواتي. حميد تواتي. أي بن صالح. حميد ولا حميدة يا حميد. المهندس. أي المهندس. تلميذي هذاك. هذاك تقريت والله يبارك. نعم. ما لا خلاص زيد ما نعطي له بطاعة إلا ما خلاص الراي. أني قلت له ودي قلت له واحد الساعة والله هكا يبعثوا لنا الإجراءات. قال الوثائق اللي يبعثوها لنا منهم فاكتور بروفورما قلنا سنوها لنا البارح عند اسمها الدبيانة سنينها لهم والوثائق الأخرين على الأقل نربحوا الإجراءات حتى الوقت نربحوا حتى الوقت نربحوا الوقت. عندما نتكلم عن الاستثمار أنت رجل أعمال ولكنك لم تدخل في مجال الاستثمار. هل بالنسبة لخدمة الشباب وخدمة مسعد هل ممكن لديك تفكير في المستقبل لمشاريع استثمارية مثلا وحدات صناعية هي نور تخصني نور تخص المدينة. قال مثلا وحدة استثمارية في الصوف مثلا في الصوف زي إنتاج الصوف إنتاج ما من وحدة تاع المشمشاي مش تخدم نورما وعدنا وحدة تاع المشمش تخد على الأقل تنتج اي مش تدي اي ما تجمعش. احنا ان شاء الله في المستقبل كش ما هي. هل إذا طلب منك الترشح تترشح؟ واه. لماذا؟ واه. لماذا لازم؟ مع سياسة واه مع خاطئ. خاطئ السياسة. خاطئ السياسة. عندما نتكلم عن العمل الخيري في مسعد. راك تشوف في مجموعات من الشباب شباب مسعد سباق العمل. ناشطين ما عندهم هم يخصهم مانيش عارف كيف يقولوا لها التوجه.
هم قاع سباقين للخير بصح توجه ما كان المكان مناسب في الرجل مناسب في المكان هذه تخصنا مثلا قال هم يجموا بصح ما يعرفوش كيف يسيروا قال يا ودي واحد مثلا قال مريض ما يدوش لهذاك المريض تعود فيها عنصريه تعود فيها شويه تعود فيها كذا هذا هو المشكل تاع المساله هنا تاع اي كلمه اخيره الحاج بشير نشكر صحاب مسعد نشكر جميع السلطات اللي عاونونا وعلى راسهم سيد الولي عاوننا زين وجاو مدير تاع الديك وطويصات ونشكر جميع السلطات ونجمعوا ساء ونشكر جميع اصحاب مسعد ساهمونا اللي بذراعوا اللي برايوا اللي ب اللي بمشوره اللي بدعاء اللي كاين اللي جابنا حتى فنجان قهوه كثر خيره وهنا الحمد لله اللي كرب رانا في خدمه مسعد رانا في خدمة مسعد اليوم وقدوة وبغداد وفي أي مجال ورانا ماشي هذه الأولى رانا احنا دائما في الخفاء احنا مأين هذه كما جاتش مثلا قال محطوطة حية محطوطة راك ما تسمعوهاش الله غالب احنا ما نشتو الشهر لكن استسمحك عذرا الأخ بشير عندما نتكلم أنه ندير الخير وما نقولوش راه كاين ربي سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كي دير الخير وتقولوا ممكن واحد أكثر منك يدير الخير أنت تدعو الناس بعملك ليفعل الخير وليس عملك لله سبحانه وتعالى هذه من النية لأن النية ما محلها القلب تمن نوجب مولد نوجب الرب سبحانه وتعالى ثم المدينة إيه؟ إذا العمل خلاص عند ربي سبحانه وتعالى لكن قدوة كي نقولوا جاب مولد هذا اعتراف بالجميل واحدة واثنين أنك كاين أخرى ممكن قدوة يقول لك أنا نجيب حية أخرى لأقصى المسلم أودي إن شاء الله إن شاء الله خوصة ولا غا السبيطار إن البارح نمشي فيه والله إلا يقيق مش هذا هو السبيطار تاع مسعد اللي نعرفهم خاصته العشب الاصطناعي خاصته البنتورة خاصته إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل نديروا له تضامنية زينة ونخدموه ونعاونوه إن شاء الله في يعود عندنا مستشفى صح بمعنى الكلمة صح وراه في يوم من الأيام كان يضرب به المثل صح وراكم قاعد تعرفوا مستشفى مسعد كان يضرب به المثل برك يا ودي شفتوا البارح والله الا اي الله يبارك فيك اذا معنا اخ محمد ابو جلال انت اليوم تزور الاخ البشير ماهيش المره الاولى انا عارف بلي دائما تجيه هذا العمل عندما نتكلم على هذا العمل الانساني وليس عمل مادي ولا اقتصادي عمل انساني لله سبحانه وتعالى ربي يجازي على كل خير انا ملي سمعت وقر لي بهذه الحقيقة نتاعه واللي راه في قلبه ما قدرتش نصبر إلا وأنني قلت نتصل بالشيخ بلال ونطلعوا للشيخ شعلان ونكرموه بأبسط شيء وهو أكبر شيء عند ربي وأغلى شيء راه ربي عالم سبحانه وهو ما يحشمش كي يقول راني ما نقولش راني جبت راه كاينة آية تقولك فأما بنعمة ربك فحدث صح وهذه من نعم ربي اللي عطاها له لازم يتحدث بها وراسه مرفوع وما يحشمش بها وما يقولش راه رياء ولا حاجه كان هي رياء خلي يقولوا رياء كان هي اجرها ربي عارف ربي كيف يتقبل الاجر تاعو ونشكروه وراها ركيزه من ركيزه البلاد وماذا بيه ينصروه ويعاونوه ويشجعوه بدعوه الخير صحيح جزاه عنا كل خير ان شاء الله إذن من مكتب الأخ شعلان البشير نقلنا لكم هذا البث المباشر لمعرفة حيثيات المولد الأكسجين لمستشفى مسعد في الحقيقة أنا عندما سمعت الإجراءات التي أجراها وما بذلهم مجهود ربي إن شاء الله يجزيهم كل خير نتمنى أن أصحاب مسعد يدعوا له دعاء الخير له ولأبنائه ولأهله ولربي شفينا وشفي مرضى المسلمين وربي يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وإن شاء الله يتوحد صف الجزائريين نحن جميعا جزائريين شرقا وغربا شمالا وجنوبا نحن جزائريون تجمعنا الجزائر وتضمنا الجزائر تربينا في الجزائر وعشقنا الجزائر وأحببنا مسعد وهذا الأخ البشير راه حب المسعد هو اللي من الدوافع التي جعلته يبادر ويخدم مسعد جزاه الله عنا خيرا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فالسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.